مع بداية الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، تشهد مدينة بيت لحم حركة تجارية نشطة في المناطق القريبة من كنيسة المهدي والبلدة القديمة. ففي عام 2018 وصل عدد الزائرين إلى فلسطين بشكل عام قرابة 3 ملايين سائح، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السياح مع نهاية عام 2019 حسب وزارة السياحة الفلسطينية. وفي هذه الأيام على وجه الخصوص تعج ساحة المهد بالزائرين من مختلف دول العالم، الأمر الذي يخلق حالة اقتصادية جيدة عند أصحاب المتاجر المتخصصة بالتحف المصنوعة من خشب الزيتون والمطاعم بشكل عام. الحركة التجارية مبدئياً السنة مش بطالة، إن شاء الله بتضلها هيك. يعني الوضع اللي على السياسة، طول ما هي السياسة ماشي الشغل يكون ماشي. السياسة بتخرب، كل شيء بخرب، مربوط بالحل السياسي، يعني وضع السياسي بالبلد. وتنعكس نسبة الزائرين على الفنادق في المدينة، والتي يبلغ عدد غرفها الفندقية قرابة 4700 غرفة، في الوقت الذي تعمل فيه جمعية الفنادق الفلسطينية على تحسين ظروفها وتطوير نفسها لاستيعاب جميع السياح القادمين إلى فلسطين. سنة 2019 الإشغال زاد عن سنة 2018 كتير. إحنا اليوم حسب إحصائياتنا إحنا كجمعية فنادق عندنا حوالي 2.5 مليون ليلة مبيت في فنادق فلسطين، هذا مقابل أقل من 1.8 مليون ليلة مبيت السنة الماضية. أنا تصوري إنه إحنا بنتقدم شوي شوي أحسن وأحسن. وتعد مدينة بيت لحم وجهة سياحية عالمية كونها مهد السيد المسيح، لذا يسعى الفلسطينيون إلى تقديم الخدمة إلى السياح على أكمل وجه لكي ينعموا بالراحة والأمن والأمان. تزداد أعداد الزائرين لمدينة مهد السيد المسيح يوما بعد يوم مع بداية أعياد الميلاد المجيد، فتنشط الحركة التجارية في المدينة بشكل واضح، خاصة في المناطق القريبة من كنيسة المهد والبلدة القديمة. رائد الشريف الغد، بيت لحم، فلسطين.